روح انتوا قابلوا رستم مساعد البنداري على ما انا احط الميري ميك اب واظبط لها شعرها عشان ابوها مش عارف انها اتبهدلت. طب ما يروح هو يقابل رستم وانا اقعد اشوف الميك اب، يمكن الميك اب ما يعجبنيش. راشد رد عليه. ما هي هتحط لها ميك اب مش هتحط لها دوك، وانت بتفهم في الميك اب؟ لا. طيب جبت الشرابات معاك؟ ودي حاجه تفوتني. ايه جديده اهي التيكت بتاعها. ايه ده 3.5 جنيه؟ انا هجيب اغلى من كده ليه؟ هو استخدام يوم واحد. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه اللون مش عاجبك؟ لون يا حلوف، انت جايب لنا شرابات صوف؟ لا ما الجو بارد، هنقعد نرصرص في عز البلد. يا غبي احنا عايزين الشرابات اللي بتتلبس على الوش. انا اللي غبي برضو؟ هي الشرابات بتتلبس في الوش؟ تلبس في الرجل يا هاني. صحيح يا بيلا، ايه ده؟ هو في شرابات بتتلبس في الوش؟ ايوه يا ابني، الشرابات اللي بيلبسوها الحراميه اللي بتعمل الوش كده دي. ايوه ايوه صح، انا عايز توهني يا ابني. عايزين شرابات تتلبس في الوش، دي صوف لو لبسناها مش هنشوف حاجه. اه صحيح، تاهت والقناه نقص قصتين عشان خاطر نشوف. ونتنفس ازاي؟ هنقص قص عشان خاطر نتنفس. اذنوينا بقى قول لنا هنتكلم ازاي؟ هنتكلم ازاي؟ هنقص قص عشان خاطر نتكلم. ونسمع ازاي؟ هنقص قصتين عشان خاطر نسمع. ولو حبيت اخش الحمام؟ انا مال انا اشتغلي بحمامك ليه؟ ما تعملها في اي داهيه. بس في مشكله عندنا. ايه؟ ما جبناش مقص. ايه؟ انتوا هتجننوني؟ اقعدوا انتوا بقى قصوا وانا اتسرج وهي اتطرز وفي الاخر نتجرس ونسيب الناس. سيبك من الناس وكلام الناس اهو. يلا يا عم تعالى عدي، عمال تكلكس من الصبح. يلا انت بتعمل ايه؟ ده اللي احنا جايين نقابله. استنى انا جات لي فكره. تعالى هنا، تعالى هنا. شايف حاجه؟ مش الشرابات كانت اجدع؟ اه والله. بقول لك ايه يا لبودي؟ ايوه لبودي. ايه وخيمه ايه؟ سوري سوري. فتشوا نايه. لا لا انا ما قلتش قلبه، انا قلت فتشه. انا بفتشه في الحاجه اهي. حلو ده. حلو ده ايه؟ لا رجعه له اهي. لا ده انا بدوخ عليه في الصيدليه ده والله. اب بالفلوس. ايه ده؟ ايه ايه ده؟ اللي ايه؟ مستغرب ليه؟ مستني ايه انت؟ مش انت طالب 12000 جنيه؟ ده احتمال يبقى ليه بيه اصلا. لا بقى لا. بقول لك ايه؟ ايه؟ مش انت؟ اه. ثانيه واحده والعروسه تيجي. لو عملت اي حركة طايشة كده ولا كده مش هتشوفها تاني. اه اسمع يلا بينا. اطمن على ايه ده؟ ايه ده؟ لا ايه ده؟ استنى استنى تمسهاش. مالك يا بل؟ ده ادمان يا ابني. اه لا اكلت نوجة وعسلية كتير، السكر علي، ضغطها هوتي، اغمى عليها زي ما انت شايف. النوجة تعمل كده؟ طبعا سكر، جرد المية بقى ومفوق. هو ايه اللي حصل؟ جيت افك لها ايديها راحت خبطاني وهربت. طب وهنعمل ايه في الراجل اللي بعت ياخد بنته؟ ده مش اللي باعت، ده المبعوث. يعني المبعوث الرسمي؟ فين ماري؟ ما تقلقش. Where is my Mary؟ ما تخافش. No. ما تخافش. I want my Mary. هنجيبها لك. هنجيبها لك. يلا البس. يلا. يلا. البس يلا. البس البس يلا. 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 فين ماري؟ ماري بعتناها لك ديليفري على البيت. ده الخطف الجديد. عن اذنك يا باشا. استنى عندك يلا اخشى. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انت مش فتشته؟ اه والله فتشته. امال ايه المسدس ده؟ مش بتاع سعاده الباشا والمصحف الشريف ما بتاعي. هو مين اللي مطلعه؟ هو يبقى بتاعه. ايه ده؟ تبيه ما اكيد عشان انت سادد بقك. ما بالراحه يا سيد رستم. اهلا اهلا وسهلا. مين هو هو؟ ماري قالت لي على كل حاجه. رستم خد ماري والاثنين دول وطلعهم بره وسيب لي الواد ده. نسيبك مع حماك بقى يا سيدي. لا 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 سيبني فين؟ لا دي حاجات عائليه بقى. اشتغلني ان هي عائليه. ما تخافش. مالك قلقان ليه؟ الله ساعة الباشا يعني. حس بقى ان ماري قالت لك على كل حاجه يا سعاده الباشا، يا ريت تبعت رستم يثبت امي بالمسدس ويجيبها عشان نتقدم لكم. وهما جايين كده يعدوا على بوشبوش بتاع حلاوه المولد يجيبوا مشبك. اصل انا بحب المشبك، وافتكر برضو ميري بتحب المشبك. ما يصحش يعني نخش عليكم بايدينا فاضيه ولا ايه؟ أنا آسف يا ميري، أقصد يا ماري هاني. ربنا يعلم قد إيه أنا بحبك، بس الحياة مش زي الصاج. أقدر أعدلها على مزاجي. السلام عليكم.